Assalamualaikum guys, welcome back to my new tutorial. Hope you guys are absolutely doing fine. Today I am going to show you how to tie turban in two different styles or in two different looks. You can wear it for any kind of functions. So let's do it. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني ثني قلبان من شغل بشيء آخر عني بشيء آخر عني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما. أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري. وإخوان معادننا نجوم في الدجى تسري سواعدنا جسور عطاء ربانا طلعها يغري ربانا طلعها يغري. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني. ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتم نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي. ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتم نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي. أبي بسلوكه قدوة ومدرسة لنا أمي يبادلها سعادته ويقتسمان حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني. ويمنح عمرنا دفئا أبو Hope you enjoyed this video, so give me a thumbs up and share many more times. Please subscribe if you're new in this channel. Take care. Allah Hafiz.